اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، طول ما الاهلي حتى وهو بيواجه هذا الزخم الشديد من البطولات والارتباطات الكتيره اللي داخله في بعضها، عنده قدره على انه يقدر يمشي بين هذه المنعطفات الخطره بدقه بشكل حساس جدا، لكن باحترافيه عاليه. من براءة تاو لخطورة ديانج وقوة بلوزداد، دي خلاصة المشهد الأهلي الأفريقي هذا الأسبوع. من براءة تاو لخطورة ديانج وقوة بلوزداد، المنعطفات الثلاثة. بيرسي تاو أعلن أنه مش رايح لمنتخب جنوب أفريقيا، وكلم المدير الفني واعتذر له وقال له ان انا عندي ظرف عائلي، والراجل تفهم موقفه. لكن بعض المواقع في جنوب افريقيا اتهمت اللاعب بانه فضل النادي الاهلي على منتخب بلاده، وتعرض باشمهندس للوم كتير جدا، الى ان ظهر رئيس الاتحاد الجنوب افريقي داني جوردان تحدث في القناه الاولى عن ظروف غياب بيرسي تاو وتبرئته للاعب الاهلي. نشوف. المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا مؤخرا المح انه بعض اللاعبين رفضوا التواجد مع المنتخب الجنوب افريقي في المعسكر الاخير، وحدد بالاسم بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي المصري الحالي. ماذا عن هذه الازمه وهذه المشكله؟ هل هناك لاعبين ومنهم بيرسي تاو يرفضون الانضمام لمنتخب جنوب افريقيا؟ بيرسي تاو هو لديه فقط أمر عائلي ويريد أن يحل هذا الأمر. فبيرسي تاو هو لاعبنا، هو لاعب ملتزم، هو التزم بكل تجمع قام به الفريق، والآن لديه مشكلة. وأعتقد أن لا يوجد لدينا أي مشكلة بين المدير الفني وبيرسي تاو، فهذا هو الأمر. تمام، يعني ما نشر عن وسائل الإعلام الجنوب أفريقية أن هناك مشكلة بين المدير الفني واللاعب، وأن هناك فكر في استبعاده في المستقبل، هذا الحديث غير صحيح بحسب ما أشرت إليه، مظبوط؟ لا أعتقد. أعتقد أن ما ذكر في وسائل الإعلام ليس صحيحا. فالمدير الفني قد تحدث بعدها مع بيرسي تاو وتفهم موقفه جيدا، وتفهم أن لديه أمرا عائليا، وقال له اعتني بابنك، ونحن نتفهم ذلك ونتفهم أي صعوبة تواجه أي لاعب، ونحاول أن نحل معه أي مشكلة. فبيرسي تاو لاعب مهم للفريق، حينما شارك في كأس السوبر مع الأهلي وحينما شارك بعد ذلك كان أمرا جيدا أن نراه مع الأهلي يصل ويفوز بالمباريات، ونتمنى له أن يتابع ذلك وأن يواصل ذلك. يعني لا جديد تحت الشمس يا أستاذ إبراهيم، الإعلام في كل مكان يستطيع أن يحول الأمور إلى الدفة التي يعني يشعر بها الشخص اللي بيتناول أي قضية، خدها من منظوره ومن معتقداته ومن تحليله بينه بنفسه، يقعد كده اللي عنده نظرية المؤامرة واللي عنده نظرية إن يعني لازم يبقى بيرسي تاو عمل حاجة غلط. أو الراجل ده رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي وقال أنا تواصل مع المدير الفني. المدير الفني قال له لا، أنا تواصلت مع بيرسي تاو واقتنعت وفهمت إن في مشكلة مع ابنه وربنا يشفيه له. خلي بالك من ابنك. وبعدين لما بيرسي تاو ده ماتش في الآخر جاي عشان تجمع لمباريات ودية، هو قاعد يلعب ماتشات رسمية، يبقى نتمنى له التوفيق لأنه يؤدي بتألق مع النادي الأهلي، وده اللي يهمنا لأنه لعيب مهم عندنا. هذه هي صورة الحقيقة والعقل التي يجب أن تقدم باستمرار هنا وهناك. يعني أنا عجبني، بص، كريم رمزي في وقت من الأوقات، أنا يعني كويس قوي إنه راح للقناة الأولى. لأنه وجد نفسه. هو يقدم إعلام ناضج موضوعي جاد ورصين، وبيروح طور البرنامج. في القناة الأولى. انه بيجيب دلوقتي ناس مهمة وبيعمل لها
يعني قدر يطور المكان اللي هو فيه وقدر يبقى هو مصدر النجاح مش لانه موجود في قناه كذا. وده حاجه مهمه جدا. الاعلام عايز هذه المصداقيه وهذه الرصانه والاحترافيه في التعامل.